الملف رقم 417 في كورس السي شارب. احنا في كورس الداتابيز في الكورس الخاص باللينكو، كان الليفل وده ليفل 2. كان ليفل 1 كنا بنتكلم عن الادو دوت نت، هنا اللينكو دوت نت. الملفات اللي فاتت خدنا 380 ملف قبل الكورس ده، 90 ساعة، واحنا في الملف رقم 17 في كورس اللينكو. الملفين اللي فاتوا 415 و16 اتكلمنا عن لامدا اكسبريشن، برضك عشان نمهد لللامدا ميثود او اللامدا سينتكس. في الملف ده هنعرف ايه الفرق بين اللامدا اكسبريشن واللامدا سينتكس. يعني اللامدا سينتكس خاصه باللينكو، الاسلوب بنتبعه في اللينكو عشان نعمل الكويري. اما اللامبا اكسبريشن بتستخدم في اللامبا ميثود. طب ايه علاقة اللامبا اكسبريشن بالفانك والديليجيت والاكشن والبريديكت؟ ان هما التلاتة بيستخدموا، وحتى الديليجيت، كل دول بنستخدم فيهم اللامبا اكسبريشن. وفي اللامبا سينتكس بنستخدم اللامبا اكسبريشن. يعني الكلام ده عشان تبقى الامور واضحة. يعني مثلا على سبيل المثال، ده فانك في اتنين، بياخد اتنين برامتر وبيرجع برامتر واحد، بديله اتنين بيجمع وبيرجع انت، البرامتر اللي بيرجعه نوع انت، عشان كده هو فانك. ده فانك تاني، بس الفانك ده النوع بيعمل مقارنة بين ده، بياخد برامتر واحد بيقارن دبليو، ده بياخد برامتر انت وبيرجع بول. عشان كده ده الفانك ده نوعه بريدكت، بنسميه بريدكت لما بيريتيرن بول. ده اكشن، الاكشن برضك نوع من انواع الديليجيت، بس ما بيرتنش اي حاجة، بياخد قيمة واحدة بس. وبعدين ادي اي، حتى لما بتبقى في قيمة مش لازم احط قوسين، ممكن اكتبها من غير قوسين على طول واعمل علامة يساوي وعلامة اكبر من واكتب النتيجة. فعلى طول بيرايت كونسول رايت لاين اي، عمل طباعة بس للايه، للاي. فده اكشن ما بيرتنش اي حاجة. في البريدكت انا لو كتبت سترينج كده، هو معروف انه بيرتيرن بول، هياخد سترينج وبيرتيرن، مش لازم اقوله بقى بيرتيرن ايه، لان في الفانك لازم اكتب البارامتر بتاع الاوت الريتيرن، لان ممكن يرتيرن بول، يرتيرن انت، يرتيرن اي حاجه. لكن في البريدكت مش لازم اكتب، فبدي بارامتر، هو ده بياخد بارامتر واحد، فبدي له الاس دي، والاس ايكوال اس دوت ابر تو ابر. اذا كان السترينج اللي انا بعته ده ابر، يعني بيكوال ان هو ابر، يعني كله ابر، هيرجع ترو، ما كانش هيرجع فولس، فهو ده بريدكت بوليان. ده ملخص كده. طب بس انا كاتب هنا 137 سي شارب فانك اكشن بريدكت. المحاضره 137 في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج دي تراجعها من اول محاضره 128 لحد المحاضره 137، هو ده اللي بيشرح الديليجيت والفانك والاكشن والبريدكت. يبقى احنا هنا بس هنبدأ ندي امثلة، احنا مجهزين مجموعة امثلة معانا بنشرح فيها المرة دي اللامدا سينتكس، بس بنوضح بقى شغالة ازاي مع اللامدا اكسبريشن. واحنا بعد ما سجلنا الملف 417 ده لقيناه اكبر من 20 دقيقة، فقسمناه جزئين 417 418. 417 بارت 1 و418 بارت 2 على الامثلة اللي احنا اتكلمنا فيها دي، علشان ما يبقاش العملية، ما هو عبارة عن مثالين، فطبعا المثالين دول هيشرحوا اللامدا سينتكس. فرجاء ان انت تخلي بالك من النقطة دي، ان 417 ده بارت 1، وفي 418 تكملة الملف من غير مقدمات، تكملته على طول. اشكركم، سلام. تعال نشوف كده مع بعض. الامثلة اللي فاتت كلها كنا بنتكلم عن لامدا اكسبريشن. ليه اكسبريشن مش سينتكس؟ لانها مش لينكو، مش بتعامل مع اللينكو، ده كان بعرف ديليجيت وكده. عشان كده انا كان هدفي كل اشرح الجزء ده، يعني ايه لامبا اكسبريشن اللي هو ده، ان انا بعرف داله واسويها بمتغير من نوع الديليجيت بس، وافاير بعد كده، يعني اعمل ثلاث خطوات، اعرف الديليجيت فوق، بعد كده اعرف متغير من نوع الديليجيت، وبعدين اعرف اسويه بفانكشن انا عرفتها بلامدا اكسبريشن ملهاش علاقة باللامدا سينتكس، وبعدين اعمل فاير او اعمل انفوك للديليجيت ده اللي اسمه اكزامبل، ده نوع، يعني المتغير اللي اسمه ده نوع، ده يعتبر ايه، ديليجيت، نوع ديليجيت،
لوكال فاريبل دي 1 دي 1 دي 1 ده يعني من نوع الديليجيت، لان دي 1 ده ديليجيت. طب انا برضك بكمل كلامي، خدنا برضك تاني كان المثال التاني ده بنتكلم فيه على اللمبه اكسبريشن وليس اللمبه سينتكس. السينتكس بتعامل بيها بقى باللينكو، لكن هنا انا مفيش لينك ولا اي حاجه. اللينكو ده بيبدأ نستخدمه زي ما هنشوف دلوقتي. لمبه اكسبريشن برضك تاني، واللمبه اكسبريشن ده كملنا ادينا مثال بالفانك، ادينا مثال بالفانك، الكلام ده اتشرح في المحاضرتين اللي فاتوا. لمبه اكسبريشن برضك اللي هو الفانك، المثال بتاع الجمع بس بالفانك. بعد كده بقى هنبدأ نخش في اللمبه سينتكس. لمبه سينتكس انا عندي داتا سورس، الداتا سورس اهي انا حددتها الداتا سورس دي. وبعدين طبعا كنا بنكتب كده فار بالكويري السينتكس، فار فروم دبليو ان سكورز، السكور دي ارقام مجموعه، ده اري اوف انتجر اسمه سكورز، بقول وير دبليو اكبر من 80 سيلكت دبليو، يعني بيعمل هنا بيطبع لي دبليو اللي هي اساسا عنصر من السكورز دي الارقام دي، بحيث ان دبليو اكبر من 80 كان بيجيب لي النتيجه دي. يعني انا حتى لو عملت هنا كومنت عشان نبقى فاهمين الدنيا، وفكيت الكومنت من على دول ورنيت المثال بتاعي ده، هيجيب لي حاجات الارقام من الارقام دي الاكبر من 80. تعالى ماشيين خطوه خطوه، في ادي اهو جاب لي الاكبر من 80، ال 100 وال85 وال90، هعمل كومنت تاني على المجموعه دي وافك الكلام ده واشغله بدي. تستعلي فهمها بقى كده، احنا شغالين باللمبه سينتكس. لمبه سينتكس ازاي بقى؟ ده كده لمبه سينتكس، انا هنفذ اللينكو. طب انا لو لاغي اللينكو من فوق، لاغي تاثير النيم سبيس بتاعي اللي هو اللينكو ده، هل دي هتشتغل؟ هنشوف. ولو انا رجعت تاني لده هلاقي ايرور، وير دي مش هتشتغل لان الاكستنشن ميثود دي محتاجه لينكو. حتى هو هيقول لي هنا شغل ايه، هيقول لي كده فين مش موجود اللينكو، السيستم لينكو مش موجوده. لا يعني هو عرف يعني، فانا اعمل تراجع للخطوه دي خلاص وارجع تاني للبوتون بتاعي اللي هو. يبقى انا هنا بشتغل بقى لمبه سينتكس او ميثود سينتكس. طب انا لما اقول له كده بكتب وير دي تبع اللينك، يبقى اللينك هي المكتبه النيم سبيس بتاع سيستم دوت لينك، هو ده اللي فيه فيه وير. فوير الكلام ده انا ببعت له لمبه اكسبريشن، يبقى الاسلوب ده بتاع وير ده هو لمبه سينتكس. لكن انا بستخدم هنا وير دي من ضمن اللمبه سينتكس مش اكسبريشن. الاكسبريشن اهو، الاكسبريشن ده كان كاني ببعت داله، يعني انا ببعت لهوير دي داله تشتغل جوه هوير، يعني هوير دي ممكن تشغل اكتر من داله. فاستفدنا من موضوع الفانك لان هي بتاخد بارامتر، لو انا وقفت عليها كده بيقول لي ان هي بتاخد فانك يعني هنا في الوضع ده، وكمان بيكتب لي انت وبول. لو بصيت في المستطيل الرمادي ده هتلاقي انت وبول وفانك. طب احنا خلاص ما احنا عرفنا الفانك، انا الفانك طرف بيساوي طرف، احنا بعتنا الطرف اللي هي الفاليو اللي هو التفاصيل اللي هي الداله، يبقى دي داله بتاخد رقم، وعرفنا ان ده موقف عليه هو نفسه. عرف منين؟ عرف لاني الاكستنشن ميثود مش هتسمح ان تاخد بارامتر غير انت، لان انا شغال على سكورز وهو انت، واقول له ان دبليو اكبر من 100. طب دبليو بقى بتعمل ايه؟ ما دبليو دي من ضمن الادوات اللي بستخدمها في اللينكو، من ضمن الاكستنشن ميثود. الاكستنشن ميثود اللي بستخدمها في اللينك وببعت لها فانك، والفانك بيبقى عباره عن لامدا اكسبريشن، وعشان كده سمينا الموضوع ده لامدا سينتكس. كده بقى العمليه بقت مفهومه، يعني المصطلحات كده وضحت جدا، يعني بقينا نتكلم بالتفصيل. يبقى انا عندي انا اللامدا سينتكس هي وير، لكن انا ببعت لها فانك، والفانك ده لامدا اكسبريشن، عشان كده سمينا الموضوع ده كله على بعضيه لمبه سينتكس. لمبه علشان ببعت له لمبه. طب انا دلوقتي لو قلت له وير، وير دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه وير؟ وير بتفلتر السيكونس اوف فاليو بيزد اون بريديكت، يعني ده بريديكت. ليه بريديكت؟ لان بيريتيرن بول فانك، لما الفانك بيريتيرن بول بيبقى بريديكت.
طب خلاص، هو كده بيرتب بيفلتر بناء على الكونديشن ده. يبقى هوير بتفلتر الداتا اللي هنا بناء على الكونديشن ده، وهوير بتعمل ايه؟ بتفلتر الداتا اللي موجودة في الداتا سورس دي، اللي هي السكورز اللي هم دول، ايا كان بقى الداتا سورس، ايا كانت كلاسز، اري اوف كلاسز، اري اوف ليست اوف كلاسز، اي حاجة بدخل عنصر بيفلتر بناء على الكونديشن ده، على حسب الكونديشن اللي انا كاتبه. فاحنا بناخد الموضوع بسيط على داتا سورس عبارة عن اري اوف سكورز، بس بنفهم الموضوع. طب هنا انا لما بقول له وير كذا فهيفلتر، لان وير دي بتقوم بعملية فلتريشن، فلتريشن للداتا سورس دي بالكونديشن ده اللي هو مكتوب بلامبا اكسبريشن. وطبعا احنا مستخدمين لامبا سينتكس، يبقى انا كده هوير لما هعمل ران هيطلع نفس النتيجة اهو 185 و90. طب نرجع تاني، هعمل كومنت لده واجرب الكويري التانية دي اللي انا هسميها موضوع تاني. بقى هنا بقى في ايرور. ليه بقى ما بستخدم هوير واقول له دبليو ودبليو بتساوي؟ ما ينفعش. ليه؟ لان هوير بتاخد بريديكت، هوير بتاخد بريديكت، ده مش بريديكت لان مش بيريترن ترو ولا فورس، ده بيريترن هيريترن فاليو. يبقى انا كده كمان بما ان هوير بتاخد بريديكت انا بعت له بعت له لامدا اكسبريشن بس مش بريديكت، مش بريديكت، فعشان كده ايرور. انا عايز دبليو زائد 5، انا عايز اعمل عملية حسابية، يبقى مينفعش اعمل الموضوع ده هنا في هوير. هوير لازم يبقى الناتج ده بريدكت، مينفعش اكتب جواه كده دبليو زائد 5، عشان كده انا حاططها مخصوص. طب انا لو عايز دبليو زائد 5 واقارنها بحاجة، خلاص يبقى انا يعني اعمل لها مقارنة، اقول له ان دبليو زائد 5 اكبر من 100، ساعتها خلاص كده بقى انا عملت، يعني هو كأنه بيحسب دبليو زائد 5، مش بيقارن دبليو بال80، لا دبليو زائد 5 اكبر من 100، هيرجعني القيم اللي دبليو زائد 5. مين اللي هنا دبليو زائد 5 اكبر من 100؟ اللي هي المية، 105 اكبر من هي الحاجة دي. طب انا لو خليتها دبليو زائد 15 عشان يبقى اكبر من 100، هلاقي المية وهلاقي اكبر من 100، مفيش والتسعين بس، مش هبقى ولا حاجة، المية والتسعين بس، لان انا جمعت 15. تعالى نعمل ران وندوس على دي، المية والتسعين بس. يبقى احنا كده عملنا برضك استخدمنا هوير. في سيلكت، سيلكت بقى مش بتريترن، يعني مش ببعت لها، ببعت لها لما انا اقف كده على سيلكت ببعت لها فانك، مش بريدكت، ببعت لها فانك. ليه؟ يبقى بتريترن فاليو، يعني هو حتى كاتب لي ان بروجكت اتش اليمنت اوف سيكونس انتو ا نيو فورم، يعني هيرجع كل عنصر في السيكونس بشكل تاني جديد، يعني ضربته في 2، قسمته على 2، يعني مثلا الدبليو هيمر على واحد واحد يعمل عليه عملية، يضيف له واحد يضيف له، انا هنا ضربت كل واحد في 2، يعني دي هتبقى 200 ودي هتبقى كله في 2 اخر، يعني هيبدأ ب200 وهينتهي عند 2 في 90 ب180. تعال نعمل ران في سيلكت، سيلكت هي ضربت كل واحد في 2، يبقى احنا خدنا سيلكت كمان من ضمن اللينكو. فبس السيلينك امتى استخدم سيلكت؟ لما اكون عايز كل الفاليوز اللي موجودة عندي، سواء كانت الفاليوز دي كلاسز او حاجه، او اعمل جزء من كلاسز او اي حاجه انا عايزها اعمل عليها عمليه معينه، اعمل عليها عمليه معينه، يبقى دي سيلكت، بستخدم سيلكت كده. يبقى احنا كده فهمنا نوعا ما الدنيا فيها ايه. في مثال تاني اكتر، نخش على المثال التاني.